الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، ولا ليال وحين كترنا مالمه قيمها بضنا في رمضان وحين كسي سقينا وسي دوانينا طبعا كي دنبه وحين كدد علينا عمل ذا قيمها بضن كيتك إيا حسناتك أين كدد كرنه وحين موضوعنا ما أنت كسو قادنا إنا دعادة دعادة إيا فضل إلا ذا إيا وقت يذا لقفا إذا سنكره إسي فضل بضن إيا سيغلها أما إريا ذا كسو أروري النبي عليه الصلاة والسلام سين وهر وهله سرت الله وهر إجابة ذا رسولك صلى الله عليه وسلم آد بود دعي سنشري دعادي سؤاد به بضني ما كلا جوين شرين دعاد النبي عليه الصلاة والسلام وحيد مذو سقط صالين نوعها إلى هاي نوح وجود قائن وهريك أقبل شري أدعون مستجاب الدعوة دعادي سلا أقبل يوم كوبك النبي عليه الصلاة والسلام يلا من بركاء وكنت أجي يا أمد دوانين أيو نبى هالك آدم بيسك تاجا وحوري ضل يدد بردات هجارو شد كيبا وضجوايا وحوله بهلاك سمع أباب درات ديدة إلهي نوبري لو رشير بو النبي يقول إلهه نورابي إلهه نورابي اللهم أغثنا اللهم أغثنا وحن بسات شد كي كب حي يلا قرك ساي بيه كدة أيه دعاء ولا لا يلوح إلا هاي آداب إلا هاي فضل جاء خطبة دورين كل جيس إن آداب تذو حكم ذا إن إخلاص شره إخلاص الإخلاص في الدعاء وسافي يلد برح ترد نية سماني يدع عدني بين شرط ولا عبادة عبادة ولم بان الشرط جاس ويا له قف كأنا كم قنت هاي عبادة ذا مركب وجودنا اسم قشين يستصنمه نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كل صحيح الدعاء هو العبادة دعاء وعبادة وحصر يدن باب عبادة بقى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلهي نوح لا يدتك وحل فري إن إلهي عابدان عبادة نصافي وقردقا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مساجد ذا إلهي بأسكالها كبرينا عدان إلهي هين ربها الله برينا وحذابت كم إذا الله يستعجل العبد في استجابة الدعاء إن أنا أقبل كالدعاء أدونك ضد سنين رسولك صلى الله عليه وسلم وحاول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي متكن دعائي سواء الله أقبل يا هدان ودق دقين وأن إلهي بان بريا وحوالي ما أقبلين وإن أنا أورن وإستيابك لدوان بإلهي أدونك الدعاء هو أقبله أذبت وحكم إذا الله يدعو بإثم أو قطيعة رحم إن أنا ضدك هبار دم بإلهي ويدي سنين مراتك أقوان مع سياهين وين ذي إلهي برضا نبي عليه الصلاة والسلام حوله حديث صحيح مسلم كسرنا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم قفك الدعادي سواء الله أقبلي هدي أنا دم بإلهي برين أما قرابة قوشنمو أذابت وحكم إذا أن يكون حاضر القلب حال الدعاء مقبلا على ربه عند مناجاته في خشوع وسكينة يسألوا إلهي أسوة شهدون حولنين وإنه إلهي بريا سبحانه وتعالى حديث سنة كبسة قرى حسن النبي وحر عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إلهي بريا إذن كوكوكا الصالين وإذن كأقبل أيه
واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله وقادنا إلهينا نقفك كأقبلين قلبك سوسي جدينا دعاء سلا أقبلين إلهي وإن أسوك استهدير إنك كقوية إلهي با كقوية سبحانه وتعالى سوى قابل آدابت وحكم إذا شنات تقوى الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي إن هذا إلهي كتلقى هذا نيس وحكود دي ذي نيس كدي نيس أوقفكني هي قف تقوى له إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحروحا وحكا أقبل آيه وقورا كوى يقعب صلاة مركا أدقوا عاصي هذا إلهي بريس دي أمر كي سيبا دي دم حال عطسك كوهلي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه موال اسبدل إلى هاي وحيدين سمين كرامرك إذنكو اسبدل شامبا إلى هاي تتكو هاتي دنبي معسية يقف كترا يا الله دعاء أي بضينا يا نيكو على العلن يهرت قفك أكبحا أذاب توحى كم إذا سيدادا يعلم أن من أعظم موانع استجابة الدعاء أكل الحرام وإن قفكو أغادا وحيابها وقبضنا كهرشوك سنة يدعا ذا أقبل كذا إنو يهي عنيتان كحرامت حرامت الله عنا عنيتان كنصوص توي بديسة لكي واستعمال كذا دو دونا دارها كاليستو أدو دونا دادها سي أدو دونا صدقها وبحيو سدو كشاقي أدو دونا نار هدوها عنا استعمال كحرامت يكس بشدة حرامت حولها حرامتا رسولك صلى الله عليه وسلم وكت المام حديث صحيح البخاري كس قال لا يأتين على ناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام وحيمن دون آخر الزمان واختي أو دوتك أنا يدنيني ننبا حولها ماشي كسو كسبنيا حلال بام سوى حرام بل واحد أفر ستا حالات دوتك إيو حديث النبي عليه الصلاة والسلام اسبر برنك dadka qaar kood ba marka tilada halaal iyo xaraan kala sheegto inta kaasi jeestaabo ku arkaya meel dambeyna taagan oo aanad wali horumarin oo dad la tartamaynin oo adoon kasbi kareynin oo aanad waxba horumar lahayn hadda halaal iyo xaraan ba ka fikireysu wuxuu ma la kasbaa muxuu keenay weey arintaasina waa arin khatar badan rasuulullaahi muhammad sallallaahu alayhi wa sallam waxa uu leeyahay xadiidkii saxiix ah yaa ayuha naas أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وتدعو إلى هاي وناكسين وحالو إذا كأقبل كرائد كقدومي كرا عمل ككيسة وناكسا إلى هاي وحو فراي رسول الله مؤمن إنت إلى هاي وحو فراي شيء ورسول الله فراي وعنا وناكسا هي عمل وناكسا عنا وناكسا عنا حلال عمل وناكسا نسمي إذن كان أساس وكالو إذن فراي رسول الله إلى هاي وحكول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعلمون إني بما تعملون عليم وعنا ونكسنا حلالا يا عمل في عنا إلى هاي أقبلي إذن كان ساسو كلوا إلى هاي فروح يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وحن ذكوا أرساغني كيس حلاشا عنا وكان النبي واكيك ورمي عليه الصلاة والسلام حديث كان صحيح مسلم كسو قال السفر كان ديرين اي او الهي بري اي او بصاصا او وقتي لا اقبل الهاتا لكن كارتا كو دحداي waxaa weey sidoo النبي u cadeeyay عليه الصلاة والسلام وليبا يا ربي هاي داده مدعمه حرام واشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام فان لا يستجاب لذلك وحنيه وحعبيه وحريه وحي لو سو كريبه ود حرام بس الله اقبل يا وليبا حي سويديا او وحان لو سو كريي ما أد بكلها إسقى، لا به باب السيام هو يدي أمه الكيسية، وأمر الرجال كان نقض أكسوني هينا، هذا أكسون تحولها الوالد كونه حرام هاي، هذا قلنا كجد بوادات كتخلص بوادات كل رجال نقطها حبات كل هذا، وأنا سيدا وبدن تهاو لحال حرام هذا ضبط كوجتك تو، أنت إسكجتك تو ويرت إلى هاي الدرادي وجتك تاه. أهل العلم يقولون أن الشيخ الدعاء أذاب تيدا إن آذو بضان تهي كتبه هذا حيابه كقور رما وحكم إذا انتهي نشيخنا كسي لقسي درأيو إن أوقفك كبلا أبو أمانت إلهي سبحانه وتعالى إلهي أمانت وتعليو أهل بؤية أفكار شدي ساني كم تاي سيد الله أفكارنا أيو إنه أقبل أيو سيد النبي قواها صلى الله عليه وسلم
وإن إلهي لقوا أمار بما هو أهله وحيو أهل إياه وحكم إذا النبي قال لقوا صلي صلى الله عليه وسلم إيين وقفك الدعاء قاميون أرنين إلهي وهداد دونت أذابت وحكم إذا إنو قعمها كروق أذمرك الدعاء سنين وإلهي وكحش الله يقوى أمرني إنو كسو علي ذكري كيو قال السناوي ذكري قنوحا لقود ذا على طهارة سيدا ديو قلبك قصوة شهدو طاهرة إن ذي إلهي بريد سبحانه وتعالى وإن النعمة ذا إلهي كقروضا إنو إلهي ديق بدنية نعمة بدن كسيي وفضل قهرو كسيات قرتاه دعاء ذا وإن أنا كنت عادين وأنا كحل ديران معنى سيابك لدوان دعوين ككوب كوبان كود ذال واختي هذا فضلك بدن وين وقف كل أكتا وأنا حكمته ينصق هذا النبي موضوع عمانت واختي فضل بدنه يا إنه أروري مركيينا نسويدارينا فرصة السيج واختي هذا فضلك بدنه حكم إذا مركو قفك سجوسية صلاة وينه بدن ترمضان أذان كيا قيمة دحدودة وينه فردنا أبا دعاء هذين كل الدعاء السنة يا واختي صلاة الليل مالك تجمع آخر كيس هذا أينو تاجني قال ابن ماذا وقت انتهى قرحة دعين وقت قال لو قرر تشبه ذا ولو قرر تشبه ذا ساعة الإجابة وقت قال الرب كدايو وابو ينودا يا با الله إنه أقبله قفكم مركو وصومن يهي يا مركو أفورا يا الله بضبع ليلة القدر يا إنه فيلا إنه إنه صوص سعدا إن شاء الله مالك عرف الصلاة هاد بدودا مركو قفكم التحيات كلام أيو يا صلاة مركو كب حضا وقت قد قال كله بلابيو المسلمين تيجي قالوا ده قد قال ما يا قفكم مركا وهبين كي صلاة أصاقع هردلا وكصاقع وكد عيست دعوين كم أثور كع وحياه بس وحي كم يدين آداب تيجي وقت يدا إنه كفى ذي سنين رسول كوح الناشى صلى الله عليه وسلم دتك يجنا الدعاء هذا الله قبلين إنه كفى ذي سنة فرصته وحكم إذا دعوة الأخيه دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب ولا له إنما قرينا يسد عيان ولا تقدر البنكر تاوان كون سود عيني يا أدني سود عين هذه ذا هو وين وين دعوة الوالد داير توين أنا إلا وين والد كونه كود عين دعوة المسافر يقف كصعلالك دعوة الصائم قف كي صوم نار ببرجيس دعوة المظلوم قف كي مظلوم كهاد عاديس والإمام العادل يقفك ومضى حكمه شرع هذا كله قاع عادلك ودعوة الولد الصالح يا ولدك وناكسن قديس الدعادي سواء الله أقبلها دو والدك وقعد صلاة وحياء وقت وحي كم ذين كواسنا ضدك للرجينين ولهاي كأقبل سبحانه وتعالى دعوين كل نبي قلنا بري يا قرآنك قرآنك يا النبي وين برهم حكم إذا آيات إلهي سبحانه وتعالى وكو أمانة دتك حجك تجا إن يكدوا عيسان دعاء وناكسن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام حب ذنجر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني وحكم إذا دعاء بلا علي بن أبي طالب اللهم سد مهديني اللهم اهدني وسددني وحكم إذا دعاء براي عائش رمضان دحيلة طبنك الضمبة أبينك ليلة القدر دانو قادة محاني لها دابيت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وحي نظر أن يبوا عفسك عفسك سين عيسي كهلين كواسنا وحي كمدين دعوينك كواب كوابا ونبي قنات المامي اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك محمد باكم إذا دعاء أيضا كصار وطير رسولك صلى الله عليه وسلم وهناك مفاهيم ينبغي أن تصحح في الدعاء وحكم إذا وحيابا أباهن دعاء ذا نحذي ذا إنا إنو اسكو الصحنا إنو برارو جنو وحكم إذا مركز إلهي بريس سبحانه وتعالى إنا ند أمبالا إننو أما تدك قاركو سيو قبان بينو كأيين تلمام إنا إنا إلهي اللب بري وقت قد باهن تايون ذا دعاء ذا بريس بديست تدك قاركو بالغا يابا إنا إذا ذا برايا ذا كويسة محايا وقت قد أقول برخط بضنت هذا هو نعمة بضنت إلهي بري إن أنا كوكب بلين النعمة ذا أو كوافة شيء خير كذا يوانا كذا وهكما إذا إن دتك قارك هذا يو أركان قف بقف كوي هي إنه كدعبط ودايرته
oo laga yaabo qof da'yaro ducaysanay intaad aragtaaba inaanay badnayn qof ilaahay waafajiyey mooyaane odayaashii islaamaha ducaystoon ee u arkaan waa qalad iyaduna qof weyn iyo qof yar intuba ducada way u baahan yihiin ilaa cibaadadii weeye dhuuxeedii waxaa ka mid a dadka qaarkooda u maleeya un inay culimmadu duceeyaan haa ahlulcilmiga iyo dadka salaaxa iyo khayrka lagu tuhmaya haa ee aqbalka ducadooda la rajaynaya waa laga ducaysanaya laakiin iyaga ilaahay looma marayo adigu ilaahay toos baad ula xidhiidhaysa subxaanahu wa tacaala waxyaabaha waxaa ka mid ah in dadka qaarkood ay moodaan uun in af carabi keliya lagu ducaysto oon af soomaaligaba lagu ducaysanayn kadibna ay idhaahdaan adalkana la kala odhan og ilaahayna la kala baryi og waxaan ku duceeyaba ma hayo bal inoo ducee afka gacantaadaa biyo laga dhargaabaa la yidhi luqadaadaad ku ducaysanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala luqadahoo dhan isagaa dadka baray waxaa ka mid a dadka qaarkood inay u qabaan ducadu inay iib tahay waa mafaahiimta aynu saxayno oo dadka qaarkood ayhaa intaasaan bixinayaa ii ducee waxaan bixiyo ma haye maxaa la igu ducayn adducaau liman ishtaraahu arrintu maaha ducadu iib maaha waa cibaado lama iibsado waxa weeye mid aynu xaq isugu leenahay oo dadka muslimiinta xaq isugu leeyihiin qofka wax la siiyey iyo ka aan la siin mid waliba waa inuu duceeyo qofku hadduu wax bixiyo haddaanu wax bixaynba labadaba waa in loo duceeyo marka taas arrimahaasina waa arrimaha aynu sixi lahayn marka waqtigeenna ducaduna waxay ka mid tahay min adikri almudlaq dikriga aan waqti cayiman lahayna sii daysan ayay leedahay ayay noqonaysaa ducadu inaynu ilaahay barinaana sunna mahay waa faral udcuunii astajib lakum waa xukmu ducaa xukumka ducada waxa weye inaynu ilaahay barina waa faral isweyneyn bay sheegaysaa iyo aftaag haddaad ilaahay baryo weyday inaad ka maaranta marka qofba qofku ka duca badan yahay buu ilaahay ka jeceli saa daraaddeed baa wuxuu yihi udcuunii astajib lakum ibarya anna waan idin aqbali amar buu ina siiyey ballanna wuu inoo qaaday wuxuu ku xigsiyey ina aladiina yastakbiruuna can cibaadati kuwa cibaadadayda iska weynaynaya cibaadada culimmada waxay ku fasireen waa ducada qof kuwa ducada iska weynaynaya inay ilaahay baryaan ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin waxay geli doonaan naarta jahannama la yidhaha iyagoo dullaysan ilaa qof kastoo kibraa waxa uu leeyahay dulli saa daraaddeed baanaad arkaynin gaal iyo munaafiq iyo faasiq ilaahay baryo khushuucsan waayo kibir baa haya naarna uu leeyahay marka inahaasaynu baraarujin lahayna fursadda aan ka faa'idaysanno cibaadooyinkaynu qabanaynaana waa badan yihiine tobankii dambena waayna soo qaabilsan yihiine qofku waa inuu guntiga adkaysto oo camalka cibaadada ah siduu uga sahay qaadan lahaa isku daya noocyadiisa kala duwan allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca waarina albaaila baaila warzuqna ijtinaaba rabbana laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علينا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة